من سنين كتير والدولة المصرية بتاخد خطوات لبناء الإنسان المصري، وده اللي ظهر في مشاريع مختلفة. ولأن الإنسان هو الأصل، الدولة قررت تاخد خطوة جديدة في حياة كل إنسان مصري، وعملت المشروع القومي للتنمية البشرية، واللي بيهدف لخلق طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية والثقافية. المشروع بيستهدف كل مواطن مصري أياً كان عمره وأياً كان موقعه. هيكون حلقة الوصل بين إمكانيات الدولة المصرية وأكثر من 106 مليون مصري. المشروع بيشمل كافة الفئات وبيوفر لهم برامج مختلفة، زي برامج الأطفال من سن يوم لست سنين، وده بيهدف لتنمية مهارات الأطفال وتشجيعهم على الإبداع والاهتمام بصحتهم، وبرامج للفئة العمرية من ست سنين حتى 18 سنة، واللي بتحتوي على برامج تعليمية وتدريبية لتحسين مهاراتهم وتجهيزهم صحياً وتعليمياً وثقافياً وبدنياً لسوق العمل. ده غير برامج للكبار من سن 18 ل 65 سنة وما فوق، واللي بيشمل برامج تدريبية لرفع القدرات والتأهيل لسوق العمل، وكمان بيوفر برامج لدعم كبار السن واللي بيركز على صحتهم ومعيشتهم. المشروع بيشمل مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة، ده غير إنه بيوفر فرص عمل وبيركز على التنسيق بين جهات الدولة والمجتمع الأهلي والخاص. مشروع بداية هو بداية جديدة لبناء الإنسان المصري.